طيب خلينا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمد الباز، دكتور محمد الباز، رئيس تحرير جريده الدستور. اهلا بيك يا دكتور. يا استاذ ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. ما رايكم، دام عزكم، في هذا البيان الصادر عن نقابه المهن التمثيليه؟ الحقيقه انا لما قريت هذا البيان كتبت على صفحتي رايي بوضوح شديد جدا، انه يعني رغم انه صلاح السعداني او اي فنان كبير هو ليس ملك لاسرته فقط، ولكن هو ملك لمحبيه، هو ملك لجمهوره اللي صنع له هذه النجوميه ومنحه هذه الشهره واعطاه هذا المجد، لكن يعني نحترم هذه الرغبه. انا كانت الحقيقه مشكلتي الاساسيه واللي عبرت عنها بشكل واضح جدا هو موقف نقابه المهن التمثيليه في صياغه هذا البيان، الا انا شايفه في اساءه بالغه للصحفيين والاعلاميين بشكل اساسي. ليه في اساءه؟ اول حاجه ان هو بيان ليس مبنيا على حقيقه، لانه في تجاهل للواقع على الارض اللي حاصل يا استاذ يوسف، فانه في صفحات كثيره جدا شباب عاملينها ونشطاء على الفيسبوك زي ما بنقول، وهم دول اللي بيروحوا الجنازات وبيسعوا الى الحصول على تصريح من فلان الفلاني، او انه يصور الجثمان وهو حتى داخل المقبره، وكل هذه السلوكيات مرفوضه والناس يعني بترفضها، واي عاقل يقول لا انه هذا لا يجب. لما تيجي النهارده النقابه بكل ثقلها، وانا بسجل احترامي طبعا للدكتور اشرف زكي ولكل الفنانين المصريين، وقد يكون لديهم ما يبرر غضبهم، لكن الحقيقه المساله اكبر، يعني اكبر من مجرد حدث في جنازه، لانه انا هقول لحضرتك على حاجه، لما تيجي للاحصائيات مصر بتحصل فيها يوميا ما بين 2000 ل 3000 حاله وفاه طبيعيه. كويس؟ كام جنازه وكام عزا منهم الاعلام بيهتم بيهم وبيروح لهم؟ بيروح للشخصيه العامه. لانه الصحافه هي بتشتغل، احنا لما علمونا وتعلمنا في وبنعلم الطلبه بتوعنا انه في قيم اخباريه مهمه جدا ما يقدرش الاعلام يتجاهلها، قيمه اخباريه اللي هي الشهره، قيمه اخباريه اللي هي الضخامه، قيمه اخباريه اللي هي الانين. فانا الاعلام هنا بيقوم بعمله بشكل واضح جدا، لانه في ملايين من محبين صلاح السعداني يحبوا يعرفوا حتى اللحظات الاخيره في حياته. ملايين من محبين صلاح السعداني يحبوا يبقوا شايفين هي الجنازه بتاعته شكلها ايه، والعزاء بتاعه شكله ايه، لانه في بعض الناس يطلع النهارده يقول لك يا جماعه هو ايه فايده ده؟ هو الناس هتستفيد بيها ايه؟ الاعلام يا فندم وظيفته الاخبار، والاخبار بما صغر وكبر من الاخبار، يعني مش مجرد يقول لك لا انت اشتغل على ده وما اشتغلش على ده. انت غطي ده وما تغطيش ده، لا دي وظيفتي. فعندما يصدر هذا البيان بهذا الشكل الحقيقه، فانا شايفه انه تغول من نقابه الممثلين على مهنه احنا بننتمي ليها، ولما بنناقش احنا بنناقش عشان نتفاهم على صيغه. يعني الدكتور اسف النهارده طلع وقال انا محمد الباز ما بشوفوش في عزا فنانين، انا ما بروحش عزا فنانين الا اذا كنت اعرفهم بشكل شخصي مثلا، لانه انا ما بروحش. في بعض الزملاء بيروحوا لاي عزا عشان يتصور وعشان يعمل وعشان يعمل بتاع، ايوه وده وحضرتك تعرف نماذج منها، يعني طالما تحكي يبقى انت عارف مين يعني. فانا مثلا ما بروحش لانه انا هنا لا اتطفل على الاخرين، واحنا بنقدم العزا بشكل مختلف. يعني النهارده الفنان صلاح السعداني لما عملنا صفحات، كل الجرايد عملت صفحات وعملت دفتر عزاء على صفحاتها على الفيسبوك وبتكتب عنه، ما هو ده العزا اللي انا بقدمه لاسره الفنان، ان انا بهتم بيه، مش مساله انا بروح اصافح يعني اقاربه، خاصه اذا كنت انا ما اعرفهمش بشكل شخصي. وانا طلبت انه الحقيقه اعتذار من نقابه الممثلين على هذه الصيغه اللي هو فيها اقصاء، يعني انت بتعمل اقصاء تمام الاقارب والزملاء، وزي ما حضرتك اشرت وانا مع هذه القراءه الدقيقه، ان هو في الاول اقارب وزملاء، يعني حتى مش الاعلاميين، حقك انك تحدد مين اللي يجي يعزيك، لكن هنا الاعلاميين مش احد الناس، الاعلاميين دول عباره عن مهنه وهذه المهنه تمارس عملها،
يمكن ان تحدث اخطاء. طب ما هو طبيعي زي ما بيحصل اخطاء من الفنانين، بيحصل اخطاء من الاطباء، بيحصل اخطاء من المهندسين، ما حدش معصوم من الخطا. لكن عشان النهارده الدكتور اشرف قال لك محمد الباز تسمع فتنه، لا انا شايف انه هذا البيان الحقيقه ما كان يجب ان يصدر، لانه في يعني 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 اللي هو انت بتنتهن يعني بتهين الاعلام ليه؟ وبتستبعد الاعلام بهذه الطريقه ليه؟ وبتدي انهي رساله؟ اذا كان انا لما الفنانين يقعوا مشكله يعني اللي هو خط الدفاع الاول عنهم هو الاعلام. هو الاعلام خط الدفاع الاول عن الفنانين، وخط الدفاع الاول عن اي فئه في المجتمع. فانت يعني انت مش هترجع المهنه بعد جهاد كل المنتمين ليها خلال هذه العقود انها بقت مهنه محترمه ومهنه مقدره ومهنه ليها قيمه، انك ترجع لي بقى اللي هو زمان انت عارف يقول لك اصل صحافي شغال صحافي واللي هو مهنه مرذوله. لا خالص، احنا انت هنا عشان اقدر كمان مهنه، وده نقاش حر لو في تربط. طب يا دكتور يمكن وساعدني يعني في ان ممكن نوصل لصوره واضحه. انا لم ارى مثلا بيانا من نقابه الصحفيين تستهجن فيه طريقه تعامل فنانين كبار ونجوم بمنتهى العدائيه للصحفيين او المراسلين الموجودين في بعض الجنازات او بعض العزاءات. ما عملناش كده يعني، احنا كنقابه ما عملناش كده، ولا نقابه الاعلاميين عملت كده، تعاملنا مع الموضوع بهدوء وبضبط نفس جدا، فما طلعناش بيان عدائي بهذا الشكل. هي الفكره كمان انه انا الصحفي بيروح يعني مثلا انت بتتكلم على تنظيم الجنازات، انا مع تنظيم تغطيه الجنازات، انا معاها. حلو. بس النهارده البيان بتاع الدكتور اشرف يقول لك ان احنا هنحط قواعد. احنا بنتكلم في الكلام ده من سنوات ولم يتحرك احد، وبتسيب المساله انا مع التنظيم لو في جنازه لاحد المشاهير اعمل بالظبط زي ما بيحصل في المهرجانات، يبقى في مكان للاعلام والكاميرات والتصوير، اعمل له ده. والصحفيين بتوعنا بنقول لهم انت لو جيت تحصل على تصريح من فنان وهو خارج ومجرد المح او صور او ان هو مش عاوز يقول تصريح، خلاص يبقى انت ما تلحش عليه. ما في قواعد احنا هنتفق عليها. لكن انا بيجي المشكله انه لما تحصل واقعه زي دي فبيبان، مش عايز اقول حاله الغل، لكن حاله التعالي على هذه المهنه، وانه الصحفيين بيضايقوا الفنانين، وان الصحفيين ما بيرعوش الحزن اللي موجود. انا بقوم بدوري يا فندم، انا بقوم بدوري، باسجل وبوثق هذه الحاله اللي على. هقول لك على حاجه، مثلا ما بيتكلموش لما الصحفيين يروحوا عزا، ما هو عزا شيرين سيف النصر كان اول امبارح ما كانش حد موجود بالقدر الكافي، وفي فنانين بيموتوا الفنانين زملائهم ما بيروحوش. طب انت هنا بتتعامل مع الصحفي ده، يعني انت عايز تقول للصحفي قوم بشغلك بالشكل الفلاني والا انت تبقى كده مش مظبوط، والا هتحرم من دي مش وظيفه من اداء عملك. يعني هنا ده هقول لحضرتك على حاجه اللي اتعمل النهارده، وانا كنت هحترم مثلا لو انه احد اسره الفنان صلاح السعداني كتب ده على صفحته على الفيسبوك، هو حر. انما النقابه دخلت كنقابه داخله بتتبنى هذا الموضوع وتجود من عندها وتقول انه الصحفيين غير النهارده الرساله بتقول الصحفيين غير مرغوب فيهم. طب انا واحد مع انه يكون في التزام ويكون في قواعد ويكون في احترام للموقف، لكن ما يبقاش فيه انك تقصي وتستبعد الصحفيين وكأن انت عملت جريمه وبتعاقب عليها. طيب.